يا اهلا يا اهلا بكل مشاهدينا، رمضان كريم، ربنا يتقبل منا، امين يا رب العالمين، والحال يبقى احسن يا رب ان شاء الله. عندنا النهارده الاكل شكله حلو وشهي، وان شاء الله يبقى سهل مع منى صباحي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ انت عامل ايه؟ عامله لنا ايه النهارده؟ النهارده يا سيدي عاملين لحمه بصوص تمر هندي، رقبه كندوز، وعاملين شوربه فريك بتاعت جدتي. واو. طيب احنا في الاول هنعمل ايه؟ اللحمه. اللحمه وبعد كده الشوربه، وبعد كده هنختم النهارده مع استاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب ان شاء الله. فننزل مقادير اللحمة. يلا بينا، اتفضل. رقبه كندوز بصوص التمر الهندي، عندنا كيلو رقبه متقطعة مكعبات، وحبهان، ورق لورا، جوز الطيب، ثلاث بصلات متقطعين شرايح، وخمس فصوص ثوم مفرومين، وطماطميتين متقطعين شرايح، وكمون، كزبره ناشفه، جنزبيل مطحون، قرفه خشب، ربع كوبايه تمر هندي منقوع في ميه سخنه، معلقتين كبار دقيق، ومعلقتين زيت، وملح وفلفل. اوكي. بص يا سيدي. That's nice. اول حاجه هسيب اللحمه تحمر عبال ما نعمل بهارات. انا حواري الناس بقى، انا بعمل كده في البيت بصراحه. بجيب البهارات بحمصها واطحنها وبقي اخد منها على طول. حبش انا الناس اللي هو تشتري خلطه بهارات جاهزه انت مش عارف فيها ايه من جوه. انت دايما تقولي الموضوع ده، انا بحترمك قوي فيه. اشكرك. فانا حطيت هنا الزيت في حله سخنه جدا جدا عشان نحط فيها اللحمه. دلوقتي احنا لما نحط اللحمه، طبعا هي عمرها ما هتستوي في الحله كده، احنا بس عايزين نحمرها. اوكي. عشان احنا دايما بنقول ان اللون color is flavor، يعني كل ما يكون ملونه اكتر كل ما يكون طعمها احلى. فانا احط عليها ملح وفلفل. وبعدين هحطها في الطاسه. انا اتحمر كويس بس هي لسه. تسيبي الطاسه شويه لغايه ما تطحن لك البهارات. ماشي. فين البهارات؟ هقول للناس بقى ازاي هنحمص البهارات. هتحمص. عندنا طاسه. اوكي. نحط فيها البهارات الكامله. اللي هي القرفه والحبهان والفلفل الحصى والكزبره الناشفه. لو حد عنده كمون حصى يحط هنا، انا عندي كمون بودره، فايه مش هينفع نحمصه. اوكي. فهنحط دول بس 30 ثانيه، احنا لونهم مش هيغير، احنا بس نشم ريحتهم كده تطلع. وبعدين هنروح حاطينهم في المفرم في الكب. ايوه. طيب. كده اهو. بصي بس استاذنك اشرحها للناس. اشرحها للناس. خلي بالك انت كده مش المفروض تيجي على الزرار ده كده. حاطش. طيب النهارده من اجهزه تورنيدو معانا خلاط تورنيدو 600 وات، ومعاه مطحنتين، هنستخدم واحده منهم دلوقتي اهو. خلاط ومعاه مطحنتين. ناس كتير بيقولوا ليه مطحنتين؟ ودي حاجه كويسه قوي. دلوقتي مثلا منى هتعمل التوابل. التوابل دايما بتسيب ريحه في اي شيء، خلاص؟ فممكن المطحنه الثانيه نطحن فيها حاجات ثانيه، مش مكسرات، قهوه مش عايزينها تاخد ريحه التوابل، عشان كده في مطحنتين مع بعض غير طبعا الخلاط هنا. في سرعتين وسرعه متقطعه، وكل الحاجات دي غير قابله للكسر، ودي بالنسبه لي برضو حاجه مهمه. يعني ايه غير قابله؟ لو رميناها في الارض مش هيحصل لها حاجه. عايزه تجربي؟ واو، جرب. يلا. بص بقى هنا خلاص احنا شمينا. حمص انت عايزها اكتر؟ لا لا، اتحمص كده تمام. مش المفروض يلونوا، احنا بس عايزين ايه ريحتهم تطلع. نحطهم بقى في المطحنه، ونحط معاهم ايه، ورق لورا. استنى كده. نحط بقى ايه، جوز الطيب. لا مش هنحطها هنا، بس كده. جوز الطيب دي لازم تتبشر بال، هنبشرها بالسكينه ولا بالمبشره. اوكي اهي. نبتدي نطحن البهارات قبل ما انت تطحن. احمر انا اللحمه؟ لا استني، انا جاي لك. هو الحله خلاص جاهزه؟ الحله جاهزه للحمه. واو، اول مره اطحن حاجه كده. وفي سرعه اللي هي بالس ديو. انت عايزاه مطحنين على الاخر؟ باودر. اوكي اهي. كملي تحطي اللحمه بتاعتك اللي عايزه. فاللحمه احنا بس حاطين عليها ملح وفلفل، مسخنين الزيت كويس قوي. ومش عايزين نحط اللحمه كلها مره واحده، بحيث درجه حراره الحله ما تنزلش مره واحده واللحمه تنزل ميتها. أوكي. عايزين نحمرها من غير ما تنزل ميتها. اوكي. ميلي بقى الطاسه كده للناس. ايوه. وحطي اللحمه كلها مره واحده. هتنزل ميتها؟ حته حته يعني؟ حطها حته حته عشان تلون كويس، مش عايزينها تنزل ميتها، علشان لما تستوي تبقى محتفظه بالعصاره بتاعتها، تبقى جوسي. في يعني تعبير مشهور قوي يقول لك اللحمه تنزل ميتها وتشربها. لا، هي في الحقيقه هي مش هتشربها. أوكي. هي هتتبخر،
فاللحمه هتبقى ناشفه. فاحنا مهم جدا ان احنا نعملها على نار عاليه في المرحله الاولانيه دي بحيث انها ما تنزلش اي ميه. اوكي. فانا دلوقتي بحط اللحمه تتحمر. ريحه البهارات تجنن. اه صح، مختلفه خالص عن اي حاجه من الجاهزه. مختلفه تماما طبعا. كده بعد كده هاتوا الحاجات واطحنوها كده احسن طبعا. هحط بقى على اللحمه دي وهي تتحمر بصل متقطع شرايح بصل كتير، لان بصل ده هيسيح في وسط الصوص وهيكون هو قوام الصوص. بصل، وهنحط ثوم. انا طحنت لك الحاجه. شكرا. ممكن بقى نحطهم هنا. اضيفهم لك؟ اه هاتهم لي. ونحط معاهم كل البهارات اللي كانت عندنا باودر اصلا. انا عندي هنا كمون وجنزبيل باودر. حطهم هنا على اللحم والبصل والثوم، وانت حط اه الحاجات اللي طحناها. احنا طحنا معاك ورق لورا صح؟ اه. تمام. ونحط ايه؟ معلقه دقيق، علشان معلقه الدقيق دي برضو تعمل قوام للصوص. انا حطيتها فوق النار فطلعت البخار. ونقلب. زمان اللحمه دلوقتي ايه اتحمرت من تحت. ولما بقى ايه نحط الدقيق لازم نتاكد ان احنا نقلب كويس علشان ما يكلكعش. يعني احنا عايزين كل حاجه تتغلف بالدقيق قبل ما نحط السائل. فكده قلبنا الدقيق. احنا حاطين تاني هرجع مع الناس حاطين ايه. احنا حاطين زيت شوحنا فيه اللحمه كويس قوي، حمرناها كويس جدا، وبعدين حطينا معاها بصل وثوم والتوابل اللي طحناها لريحتها حلوه جدا بجد. وهنحط عليها جوز الطيب بقى، هنعملها هنا بالسكينه. اوكي. على البتاع على طول. انا ما بحبش ابدا اطحن جوز الطيب حتى وانا بعمل خلطه البهارات. بالظبط، عشان تفضل محافظ على ريحتها. وبعدين هحط طماطم. الطماطم دي بقى لما نحطها طبعا هتنزل شويه ميه. باستخدام الميه اللي هتنزل من الطماطم دي نشيل بقى كل البهاريز اللي ايه زمانها لازقه في قعر الحله، عشان ده اللي هيعمل لنا بقى ايه طعم. اوكي. سامع بقى صوت الميه اللي عماله تنزل من من الطماطم. طب هنا بقى ايه ده؟ احنا لسه هقول بقى ده تمر هندي بقى احنا نقعينه. لا ده خلاص زياده. تمر هندي احنا نقعينه في ميه سخنه هنصفيه لمده قد ايه طحنتيه؟ لا يعني نقعينه مثلا نص ساعه ولا حاجه لغايه ما يدوب يعني. ماشي. نحط بس شويه دول. خدي كنبته. هاتي امسك لك. انا امسك لك. ماشي كده. ايوه. وصفيه بقى هنا على الحاجات الجميله دي. والطعم الهندي ده بقى هيدي مزازه كده. اه لذيذه جدا في اللحمه. عايزه تاني؟ بصراحه لا كويس كده. كويس كده. اه تعالى هنا. لا استنى. هاتي بتاع اللي معايا فيه ده. حط شويه كمان. يلا. شويه كمان. بس. اوكي. والرقبه احنا عارفين زي الموز مثلا من العضلات اللي هي متحركه، يعني البقره بتحرك رقبتها كتير. فبالتالي اي عضله متحركه زي ما اتفقنا بتحتاج وقت سوى طويل على نار هاديه وفي سائل. اوكي. فاحنا بعد ما حطينا التمر الهندي هنجيب شويه ميه ونحطها. ميه قد ايه بقى؟ المهم انها تغطي اللحمه خالص. وتسيبيها قد ايه بقى دي؟ بص طبعا مش كل بقر زي الثانيه يعني. بس يعني هتاخد حوالي 3 ساعات. 3 ساعات؟ اه. مش كل بقره زي الثانيه فعلا. اه يعني لو بتلو مثلا ممكن تاخد ساعه ولا حاجه.